يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم البيع المبرور، والذي نتطرق فيه للحديث عن عدد من المسائل المالية المعاصرة مع ضيفنا الدائم سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. موضوعنا في هذه الليلة الإيجار المنتهي بالتمليك، نناقشه وإياكم عن صوره وأحكامه الفقهية وتعددات الآراء الفقهية التي وردت عليه. نستضيف وإياكم ضيفنا الدائم الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور، حياك الله وبياك دكتور منصور. جزاكم الله خيرا. كما يسعدنا أعزائي المشاهدين أن نذكركم بسؤال الحلقة التفاعلي، أيهما أفضل، الإيجار التقسيط أم الإيجار المنتهي بالتمليك ولماذا؟ والذي تستطيعون المشاركة بالإجابة عليه من خلال صفحات تويتر والفيسبوك على قناة زاد. دكتور منصور، الإيجار المنتهي بالتمليك مصطلح طالما تردد على كثير من الناس وكثير من المشاهدين، اختلفت حول المسميات وتعددت كذلك صوره وتعددت أسماؤه، يشكل علينا كثير حينما نتطرق إلى أو يتطرق هذا المصطلح إلى أسماعنا. الإيجار المنتهي بالتمليك، هل هو إيجار أم هو بيع أم هو تقسيط؟ ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك وكيف نشأ وما هي أسباب نشأته؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الإيجار المنتهي بالتمليك هو معاملة تمويلية. معنى قولنا أنه معاملة تمويلية أنه هدف منه التمويل، يعني لا يتصور الإيجار المنتهي بالتمليك في حالة بغير التمويل. فالآن إذا أردنا نتحدث عن الإيجار التشغيلي العادي، نعم، أو البيع العادي، ممكن نتصور الإيجار العادي أو البيع العادي بدون تمويل. ما هو التمويل؟ التمويل مأخوذ من الائتمان، يعني كأن أحد الطرفين يقدم للآخر سلعة أو منفعة في مقابلة وفاء ثمنها أو حقها أو حق هذه السلع أو المنافع أو الخدمات في وقت لاحق أو بشكل متدرج أو في وقت آجل. هذا معنى التمويل. نعم. فالآن الإيجار المنتهي بالتمليك عقد تمويل مرتبط بالتمويل، لا يتصور بدون تمويل. ما هو الإيجار؟ إذن هو قائم على فكرة التمويل. قائم على فكرة التمويل. جميل. بخلاف البيع مثلا، البيع ممكن يتصور بيع سلعة بسلعة حال بشكل، نعم، حال بدون تمويل. نعم. الإيجار متصورة بشكل حال، بمعنى أنه الإنسان يستأجر بيت ويدفع أجرته حالة، نعم، فهذا ما فيها تمويل. لكن التمويل بمعنى أنه هناك ائتمان، هناك ائتمان الهدف منه تقديم سلعة أو خدمة أو منفعة في مقابلة أن يدفع أجرها أو ثمنها لاحقا. إذن الإيجار المنتهي بالتمليك عقد تمويلي. هذا العقد التمويلي متوسط بين الإيجار العادية وبين البيع العادي. كيف؟ كيف؟ الإيجار العادية تقدم فيها السيارة أو يقدم فيها المنزل أو تقدم فيها العين، يستوفي المستأجر منافع منها، يستخدمها فترة محددة ثم يرد العين إلى مالكها. هذه الإيجار العادية. إيش تقصد بالمنافع؟ مثلا في السكنة، في البيت مثلاً السكن، يسكن المنزل فترة، يعني يفتح محل في العقار فترة معينة، السيارة يستخدمها فترة ثم يردها. جميل. مثلا مثال للإيجار العادية مثلا تأجير السيارات الذي يكون دائما في فروع المطارات. نعم. إذا الإنسان نزل في بلد ما يستأجر سيارة مثلا لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم يردها بعد ذلك، هذا الإيجار العادي. نعم. البيع العادي كذلك معروف،
وهو نقل ملكية السلعة إلى المشتري مقابل ثمن، إما ثمن حال الآن كما ذكرنا هذا ليس فيه تمويل، وإما مقابل ثمن مؤجل وهذا عقد تمويلي الهدف منه التمويل. إذن هذا بيع آجل. نعم. ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك؟ نعم. هو عقد متوسط بينهما تقدم فيه العين لأجل استيفاء المنافع منها فترة محددة، فإذا تم الوفاء بالإيجارات المستحقة في هذا العقد فإنه تنتقل ملكية العين في آخر المدة. جميل. إذا تم الوفاء بالإيجارات المستحقة وفقا لعقد الإيجارة فإنه تنتهي بالتمليك، تنتقل العين في آخر المدة. طبعا هل تنتقل بهبة أو بيع أو شيء، هذه صور سوف نناقشها لاحقا، أي إن كانت صور الانتقال. أي نعم. جميل. إذا كانت هذه الصورة هي صورة إيجارة ثم تنتهي بتملك هذه العين، إذا ما الداعي للإيجارة؟ إذا كان الغرض هو التملك. نعم. من هذه الصورة الغرض هو التملك، ما الداعي للإيجارة؟ ممكن أنه يكون الإنسان مثلا يبيع السلعة ويرهنها إذا كان التاجر. أي نعم. ما هو السبب؟ السبب نشأة الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم. البيع العادي ينقل ملكية السلعة لحظة البيع، انتقال ملكية السلعة في البيع أثر من آثار الإيجاب والقبول تنتقل مباشرة وإن كان البيع بالتقسيط. وإن كان البيع بالتقسيط. نعم. فلا يبقى للممول البائع لا يبقى له حق في هذه السلعة إلا حق الرهنية إذا ارتهن هذه السلعة، لكن إذا لم يرتهن هذه السلعة فليس له حق حتى في هذه السلعة، وإنما يبقى حقه محصورا في ذمة هذا المدين المشتري. طيب، بينما في الإيجارة، الإيجارة المنتهية بالتمليك لا تنتقل فيها الملكية مباشرة وإنما تنتقل في آخر المدة، هذا الفرق الأساس. يعني كأن الممول في صورة الإيجارة المنتهية بالتمليك يريد ضمانا إضافيا، يريد ارتباطا إضافيا بهذه السلعة، فكأنه يقول لهذا الشخص المتمول، نعم، يقول أنا لن أنقل لك الملكية كما في البيع من لحظة الإيجاب والقبول، وإنما أنقلها بعد انتهاء عقد الإيجارة في آخر مدة الإيجارة. إذن هذا هو الفرق الأساس. لماذا نشأ؟ يعني ما الداعي لنشوء هذه الصورة أو نعم. هذا الفرق. نشأت صورة الإيجارة المنتهية بالتمليك تقريبا القرن الثامن عشر التاسع عشر الميلادي، في القرن الرابع عشر الخامس عشر الهجري. نشأت هذه الصورة أول ما نشأت في أوروبا ثم انتقلت إلى عدد من بلدان العالم. الهدف منها أنه رأى الدائنون الممولون أن الرهنية في البيع مع الرهن لا تفي بضمان حقوقهم الائتمانية وحقوق الديون، لا تفي بها بشكل كامل ووافي، فلذلك انتقلوا إلى الإيجار المنتهي بالتمليك بحيث تبقى العين ملكا لهم. إذا كأنه يرى الممول أو الدائن يقول أنه لا يكفيني فقط أنها تبقى رهنا عندي، أريد شيء أقوى من الرهن، فلذلك نشأ أنه يريد الملك، فيقول إذا أنا سأبقى مالكا طوال فترة التمويل ثم بعد ذلك تنتقل الملكية في آخر المدة. إذن الهدف الأساس من نشأتها إذن هي زيادة في الضمان، زيادة في التوثقة، نعم، زيادة في حفظ حق البائع الدائن أو الممول، هذا الهدف الأساس. طبعا في أثناء التطور نشأتها، يعني نشأت من خلال عدة صور حقيقة. من أوائل الصور التي نشأت ما يسمى بالإيجارة الساترة للبيع. صحيح. فكرة الإيجارة الساترة للبيع أنه يعقد البائع والمشتري أو الممول والمتمول يعقدون عقد بيع حقيقي، ولكن يقولون أمام السلطات القانونية نظاما سوف نقدم لهم عقد إيجارة، فهذه إيجارة ساترة لبيع حقيقي، كانها إيجارة صورية ساترة لبيع حقيقي. ثم تطورت بعد ذلك صور الإيجارة المنتهية بالتمليك إلى أن صارت لا، إيجارة حقيقية يتعاقد الممول والمتمول على عقد إيجارة يكون التمليك فيه في آخر المدة. في بداية الصور تقريبا في بدايات القرن التاسع عشر كانت إيجارة ساترة لبيع، يعني كأن البيع هو الحقيقي ولكنهم يظهرون ورقة إيجارة فقط للسلطات لأجل التوثيق النظامي، ولكن هذه الصورة يعني
لا أقول منعدمة اليوم، لكن قل وجودها اليوم بشكل كبير، وانتقلوا إلى صور الإجارة التي يتم فيها التزويد بمنافع السلع والخدمات ثم بعد ذلك التمليك في آخر المدة. جميل، إذن هذه صورة من الصور. بس قبل ما نتطرق إلى الصور خلينا نلخص التعريف. احنا قلنا أنه الإجارة هي عقد تمليك المنفعة، والبيع هو عقد تمليك العين، وقلنا أن الإجارة المنتهي بالتمليك هو متوسط ما بين الإجارة. نعم، هو عقد تمليك منفعة. جميل. بهدف تمليك العين في آخر المدة. إذن الإجارة هي عقد على المنافع، البيع هو عقد على الأعيان، نقل السلع. الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد على المنافع بهدف تمليك العين في آخر المدة. فلذلك كأنها تأخذ شيئا من الإجارة وتأخذ شيئا من البيع، ولذلك سميت إجارة منتهية بالتمليك، أو تسمى إجارة تمويلية، أو أيا كان من مسميها. هذه الأسماء أنا اللي كنت أبغى أتطرق للحديث حولها. هذه الأسماء قد تشكل على كثير من الناس، وأنا واحد منهم. أقرأ وأسمع كثيرا عن الإجارة التمويلية، الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالوعد بالتملك، الإجارة المنتهية بالتخير. نعم. هل لك أن تحدثنا عن هذه الصور، وهل هذه الصور تختلف أحكام كل صورة عن الأخرى؟ نعم، هناك بعض الناس يفرق بين هذه الأنواع من الصور، الإجارات المتعددة، هذه الأسماء المتعددة، ويربطها بصور محددة من الإجارة. يعني يقول أن الإجارة المالية أو التمويلية هي صورة كذا، الإجارة المنتهية بالتمليك هي صورة كذا، الإجارة مع الوعد بالتمليك هي صورة كذا. يعني أنها يعني نشأت هذه المسميات الأسماء المتعددة بناء على اختلاف أنواعها وصورها. علوم أنا حقيقة لا أحب أن نربط بين كل مسمى أو كل لفظ مع صورة محددة، لأن المسميات، وهذه قضية دائما نركز عليها، المسميات لا تهم. الأسماء، نعم، الأسماء لا تهم، الذي يهمنا الحقائق. فلذلك نود أن ننطلق إلى تفصيل الصور بناء على حقيقتها، اختلافات الحقوق والالتزامات بناء على المنافع المتبادلة بين الطرفين، أفضل من أن نقول والله أنه اسم كذا، لأنه أحيانا الأسماء يعني ليست مضبوطة ضبطا، بحيث أن نقول والله هذا النوع يربط بهذا الاسم وهذا النوع يربط بهذا الاسم. في واقع الأمر ليست يعني بهذا الشكل، ليست بهذا الشكل هذا الربط، وإنما لذلك الأفضل دائما نتكلم عن الحقيقة، عن الأنواع والصور والأشكال من حيث هي، بغض النظر عن ما سميت به من أسماء. جميل. إذن هناك صورة من صور الإيجار المنتهي بالتمليك، تقول أنه يتعاقد البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على أن يملك المؤجر هذه مثل المركبة أو البيت أو أيا كان، ثم ينتهي العقد بثلاثة أنواع من الاتفاقيات. إما أن ينتهي بإلزام أو مثلا من دون إلزام، إما ينتهي بتمكين المستأجر من شراء هذه السلعة اللي كان مستأجرها بسعر السوق، نعم، أو أنه يمكن من تمديد مدة الإجارة، أو أنه يمكن في أي وقت من أوقات عقد الإجارة أنه ينهي العقد ويرد العين. نعم، إذا أردنا الحديث عن صور وأشكال الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة التمويلي، له عدد من الصور. هذه الصور تدور حول عناصر أساسية. العنصر الأول أن طوال فترة التمويل يكون هناك عقد إجارة وليس عقد بيع، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن التمليك يكون في آخر المدة عند الانتظام في عقد الإجارة. طبعا ما هي أشكال التمليك في آخر المدة؟ ما هي أشكال عقد الإجارة في أول المدة؟ هنا متعددة. صحيح. لكن فكرة الإجارة المنتهية بالتمليك تقوم على هذين العنصرين. العنصر الأول أنه بداية العقد تكون إجارة، وأن التمليك في آخر المدة، يكون في آخر المدة عند الالتزام بعقد الإجارة وفقا لشروط محددة. هذا الشكل الأساس. طيب خلونا ندخل إلى الصور. ما هي الأشكال؟ قلنا في بدايات الإجارة المنتهية بالتمليك نشأ شيء اسمه الإجارة الساترة للبيع، وهي الآن لا تندرج تحت هذا المفهوم الذي ذكرناه،
أنها إجارة ثم بيع، لأنها هي في واقع الأمر بيع حقيقي مغطى بإجارة. نعم. لكن نستبعد هذه الصورة. ما هي صور الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإيجار مع الوعد بالتمليك أو الإيجار التمويلي؟ أحيانا يكون عقد الإيجارة يمتد مثلا لخمس سنوات، لعشر سنوات، أحيانا لثلاثين سنة كما في تقسيط أو تمويل المنازل. نعم. يمتد لثلاثين سنة ربما أو أكثر من ذلك أو أقل. إذن مدد عقد الإيجارة متفاوتة ومختلفة. طريقة دفعات عقد الإيجارة، معالجة الدفعات تتم من خلال عدد من الأشكال. إما أن يكون هناك دفعات منتظمة من أول عقد إلى آخره، إما أن يكون هناك دفعة مقدمة كبيرة مع دفعات منتظمة، إما أن يكون هناك دفعة مؤخرة في آخر العقد تكون كبيرة. إذن شكل دفعات العقد أو ترتيبها يتفق عليه دائما الممول والمتمول. أحيانا يكون منتظمة، أحيانا تكون دفعة كبيرة في البداية، أحيانا تكون دفعة كبيرة في النهاية، أحيانا يكون دفعة أولى ودفعة أخيرة كبيرة، ويكون هناك دفعات منتظمة في أثناء العقد. إذن هذا هيكلة الدفعات يتفق عليها العاقدان ولا إشكال في هذا. من الأشياء التي تختلف بها كذلك عقود الإيجار التي تكون في أول المدة، وهي قضية شروط عقد الإيجارة. من الذي يكون عليه ضمان التلف لو تلفت هذه العين في أثناء المدة؟ من الذي يتحمل تلفها؟ هل هو المؤجر بصفته مالكا ومولا، أم هو المستأجر بصفته منتفعا ومتمولا؟ إذن هذه كذلك من الأشياء التي تختلف فيها العقود. من الأشياء التي توجد في العقود، هل يتضمن العقد غرامات تأخير عند التأخر في السداد، أم لا يتضمن غرامات تأخير عند التأخر في السداد؟ إذن هذه كلها أشكال لعقد الإيجارة أو صور أو مظاهر أو ملامح لعقد الإيجارة. ننتقل للعنصر الثاني وهو عنصر التمليك. كيف يكون التمليك؟ في بعض الصور أو الشركات أو المؤسسات المالية البنوك تتبنى التمليك في آخر المدة من خلال هبة معلقة بشرط الوفاء بجميع دفعات الإيجارة. هناك شكل آخر من أشكال التمليك وهو عقد بيع بثمن رمزي، كان يكون نعم. دولار واحد مثلا نعم. أو أن يكون آخر قسط من أقساط الإيجارة مساويا لدفعة التملك نعم. اللي هو عقد بيع بثمن رمزي. أحيانا يكون البيع بثمن كبير وهو ثمن حقيقي، أحيانا يكون البيع بثمن سوقي وهو سعر السوق أو من خلال مزاد معين. أحيانا يكون التمليك تلقائيا بعد انتهاء عقد الإيجارة نعم. امتداد عقد الإيجارة مثلا لمدة خمس سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، انتظم في، يقول إذا انتظمت في سداد الدفعات يكون التمليك تلقائيا في آخر المدة، تنتقل ملكية العين مباشرة بدون حاجة إلى هبة أو حاجة إلى ويكون ثمن الانتقال هذا اللي هو الأجرة اللي دفعها. كأنه يقول أنه ليس الأجرة وإنما عقد الإيجارة، كأنه يقول الإجارة. فترة عقد الإيجارة هذه كأنها صارت ثمنا لهذا الانتقال، فإذا التزمت بعقد الإيجارة فإنه تنتقل السلعة تلقائيا في آخر المدة. إذن هذه طرق الانتقال، طرق الانتقال التي تمثل العنصر الثاني من عناصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي كيف تنتقل ملكية العين، إما بهبة معلقة على شرط، إما ببيع معلق على شرط. البيع هذا إما يكون بثمن السوق، إما يكون بثمن رمزي، إما يكون من خلال مزاد، إما يكون ثمن متفق عليه، أو أحيانا يكون تمليك تلقائي. دكتور منصور، تعددت الأحكام حول هذه الصورة، صورة الإيجار المنتهي بالتمليك أو عفوا هذا العقد. نود أن نتطرق للحديث عن الحكم الشرعي لهذا العقد، وهل هذه الصور التي ذكرناها قبل قليل هل هي مؤثرة في الحكم؟ هل لكل صورة حكم مغاير عن الصورة الأخرى؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق والصواب، وأن يوفقنا للقول السديد. الذي يظهر الله تعالى أعلم من حيث حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإيجارة المنتهية بالتمليك الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، لأن الأصل في عقود الناس ومعاملاتهم فيما بينهم الحل والإباحة. وينبغي التنبه في الإيجارة المنتهية بالتمليك إلى ضابطين، أو نعم. يمكن أن نعتبرهما شرطين للجواز. إذن عفوا يا دكتور، هذا الحكم عام في قضية جواز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك نعم. الذي يظهر بغض النظر عن اختلاف الصور. أي أحسنت. الذي يظهر الله تعالى
صحة وجواز الإجارة المنتهية بالتمليك مع مراعاة ضابطين أو شرطين للجواز. الشرط الأول: ألا يشتمل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على غرامات تأخير، بمعنى أن يقال لهذا الشخص المتمول إذا لم تسدد الأجرة المستحقة عليك في آخر الشهر فإنه يفرض عليه غرامة، وهو أنك تسدد مثلاً بزيادة 100، بزيادة 200، بزيادة 300 غرامة، أو أن تؤجل عليك هذه الأجرة إلى مدة أبعد ويكون هناك زيادة. هذا الشرط نقول زيادة في القسط، زيادة في مقدار هذه الأجرة، معنى أنه يعني إنسان ثبت عليه دين قدره مثلاً نفترض $100 أو $1000 في نهاية الشهر يدفعها، نعم، فيقال له في العقد إذا لم تسدد في الموعد المحدد فإن هذه $1000 سوف تكون عليك 1100، 1010، 1020، يعني بمعنى أن يزاد عليه بزيادة المدة، بزيادة المدة، وغرامات التأخير تعد من الربا المحرم شرعا. بعض الناس يسأل يقول أنه ما حكم العقود، وهذا سؤال يرد علينا، ما حكم العقود خصوصا في عدد من بلدان العالم مثلا في البلدان الأوروبية أو غيرها، نعم، تشتمل عقود الإجارة التمويلية فيها على شرط غرامة التأخير. فنقول إن الأصل تحريم هذه العقود المشتملة على غرامة التأخير إلا إذا كان هناك إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون هناك في هذا البلد من يزود بعقد إجارة تمويلية لا يوجد فيها هذا الشرط. فإذا وجد ممول لا يفرض غرامة تأخيرية فإنه ينبغي أخذ من هذا الممول وترك الممول الذي يفرض غرامة تأخيرية. الأمر الثاني: أن يكون هناك حاجة لهذا التعاقد. الأمر الثالث وهو أن يغلب على ظنه عدم التأخر في الدفعات. فإذا كان يغلب على ظنه ويعلم من نفسه إن شاء الله تعالى إما يقينا أو غلب الظن، طبعا الإنسان لا يستطيع أن يتيقن المستقبل، صحيح، لكن نقول يغلب على ظنه إن شاء الله تعالى أنه لن يتأخر في الدفعات ولن تفرض عليه هذه الغرامة، فبالتالي نقول إن شاء الله تعالى بناء على هذه الثلاث ضوابط لا مانع لإخوان المسلمين في الغرب أو في الشرق أو في غيرها من البلدان التي يوجد فيها عقود إيجار تمويلي وتشتمل على شرط غرامة التأخير إذا كان به حاجة للسيارة أو المنزل ولم يوجد ممول شرعي لا يوجد عنده غرامة تأخير، نعم، وكان إن شاء الله يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يتأخر، فبالتالي نقول إن شاء الله تعالى أنه يعفى عن هذا الشرط الموجود في العقد. الضابط الثاني أو الشرط الثاني، إذن الشرط الأول وجود غرامات التأخير في عدم وجود غرامات التأخير، نعم. الشرط الأول لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك عدم وجود غرامات التأخير، بمعنى أن وجود غرامة التأخير تنقل هذا العقد من حكم الحل إلى الحرمة، تنقل هذا العقد من حكم الحل إلى الحرمة، جميل، إلا طبعا قلنا عند الحاجة بالضوابط الثلاثة التي ذكرناها. إذن الشرط الثاني، الشرط الثاني لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك وهو أن نقول إن الأصل أن يتحمل المؤجر المالك الممول، كلها مصطلحات واحدة، المؤجر المالك الممول أن يتحمل تلف العين المؤجرة، ضمان تلف العين المؤجرة. بعض عقود الإيجار المنتهية بالتمليك تحمل المستأجر ضمان تلف العين المؤجرة وتحميلها على المستأجر، حقيقة الأمر مخالف للمذاهب الأربعة في تقرير أن المؤجر هو الذي يتحمل ضمان تلف العين المؤجرة. فلذلك نقول ما حكم الدخول في عقد يتحمل فيه المستأجر ضمان تلف العين المؤجرة؟ نقول في واقع الأمر هنا إذا لم يوجد ممول آخر يحقق الضابط الشرعي وكان هناك حاجة لهذه السيارة أو لهذا المنزل للتعاقد عليه فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى أن يأخذ المسلم هذا العقد وإن كان المستأجر هو الذي يحمل ضمان التلف. إذن الأصل أن نقول خلو العقد من تحميل المستأجر ضمان التلف وعدم وجود غرامة تأخير، هذا الأصل، ويخرج عن هذا الأصل لأجل الحاجة التي ذكرناها إذا لم يوجد ممول بهذا الضابط. جميل دكتور، إذا تسمحوا لنا نريد أن نستعرض وإياكم تقرير أعدوه الزملاء حول موضوع الحلقة. نستأذنكم أعزائي المشاهدين في أخذ فاصل قصير
نستعرض فيه وإياكم تقريرا حول الإيجار المنتهي بالتمليك. بيع التقسيط بالنسبة لي أنا واضح، ما في أي لبس، سلعة تباع بالنقد بكذا وبالتقسيط بأكثر. أما بيع منتهي بالتمليك فبالنسبة لي أنا في أمور ما هي واضحة. طيب، كأني بأستأجر السلعة، وبعد ما تنتهي مدة استهلاك السلعة تقوم تباع لي بسعر آخر، وكأنهم بيربحوا مرتين، هكذا يبدو لي والله أعلم. أنا شخصيا ما جربت، لكني أرتاح للتقسيط أكثر، أرى أنه التقسيط شرعي أكثر، مجاز أكثر، والله أعلم. بالنسبة كبايع، لو أنا كشخص بايع منتهي بالتمليك أفضل لي، لو ما استدد الرجل أخذت بضاعتي وبعتها، لكن بالنسبة للتقسيط ممكن أقعد في مشاكل في محاكم وقضاء وطول قصر، ممكن أقعد سنين وأنا ما أخذت حقي. فالأفضل التمليك بالنسبة كبائع. أما أنا مشتري، لا طبعا المشتري بالتقسيط أفضل، لأنه ممكن أنا أقصد نص المبلغ وأستخدم البضاعة بعدين أخذها من عندي، لو تأخرت شهر أو شهر أخذها مني ولو أني أنا خسران. الأفضل كمشتري أنا أنه تقسيط، لكن لو أنا بايع لا والله التمليك منتهي أفضل. والله منتهي بالتمليك بصراحة، لأن الشيء هذا راح أتملكه، يعني أنا راح أدفع على شيء في النهاية أعرف أنه راح أتملكه. فإذا كان عندي الكاش زي ما قلت لك أنا أبغى أتملك، وكل واحد بيحب يتملك شيء، فإذا أنا عندي الكاش راح أشتري القطعة المنتج على طول. ما أنا مش شايف في فرق صراحة، يعني الفرق على حسب الشركة. أنا هشتري مثلا أي نظارة، سواء إيه الماركة بتاعتها، إيجارها مثلا من الشركة نفسها، ما أعتقدش أن في شركة بتدي إيجار، هي بتدي تقسيط منتهي بالتمليك. الإيجار اللي هو المنتهي بالتمليك صراحة أنا معرفوش، بس في الآخر أنا بتملك السيارة. إيجار بالتمليك ما أعتقدش أنه كتير، لأنه مش موجود. مين اللي ممكن يأجر سيارة من أي مكتب يعني، سواء أو أي شركة؟ ما أعرفها الصراحة، وما أعرفش لها طريقة إزاي يعني. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور منصور، كما سمعنا في التقرير كثير من الناس مستشكل عليهم هذا اللفظ، كثير من الناس عنده نوع من التحفظ على صورة هذا العقد، وبعضهم يفضل التقسيط، وبعضهم ينطلق من منطلق التاجر ويفضل الإيجار منتهي بالتمليك باعتبار الضمان فيه. يبدو أن الصورة عند الناس لا زال فيه، يعني يبدو بحكم اختلاف الآراء الفقهية تجاه هذا العقد، سبب عند الناس نوع من التخوف حول هذا العقد. صحيح. هو حقيقة يعني وجهات نظر الأخوة في التقرير يعني ما شاء الله وجهات نظر يعني طيبة وسديدة. إذا جينا من حيث المنافع الاقتصادية للتاجر، نعم، المستأجر. المستأجر أو المتمول، الممول والشخص المتمول، هناك عدد من المنافع تتحقق بالإجارة المنتهية بالتمليك للتاجر. من هذه المنافع اللي هي توثيق حقه في السلعة وإعطاء ضمانة أكبر. من المنافع حقيقة في حق المتمول، أو يمكن أن نقول المشتري أو المستأجر اللي هو شخص طالب التمويل، قد يقول التقسيط في أنه أفضل لي لأن يتملك تملك مباشر، وهذا صحيح. لكن نقول إذا اقتصرنا فقط على التقسيط، فربما سينحصر الممول في فئة محددة. يعني الممول وفقا لظروف فقط البيع بالتقسيط يستطيع أن يمول، مثلا نفترض اللي هو الناس الائتمانيين من ناحية الائتمانية، فئة ألف وفئة باء، لكنه لا يستطيع أن يمول فئة جيم وهي أقل في الجدارة الائتمانية، لا يستطيع أن يمولهم بصيغة التقسيط. ففئة جيم ربما لا يكون متاح لها إلا الإيجار المنتهي بالتمليك. لذلك ما هي الفائدة للشخص المتمول؟ نقول أنه الإيجار المنتهي بالتمليك أتاح شريحة أكبر للاستفادة من التمويل،
يعني يكون الآن التمويل صار متاح لشريحة أكبر من الناس. لكن لو اقتصرنا فقط على البيع فإن الممول ربما يرفض ويقول أنا لن أمول إلا الناس فئة ألف أو فئة باء، ولن أمول إلا بتحويل الراتب، لن أمول إلا برهن عقاري، لن أمول إلا كذا. جميل. فكونه يعني أتيح له فرصة الإيجار منتهي بالتمليك، هذا لا شك أنه سوف يعطي مشاركة أوسع. مشاركة أوسع. صحيح. كذلك تختلف الأسعار. بعض الناس يعني يقول أن الإيجار منتهي بالتمليك يعني ربحه أقل لكن تكلفة التأمين فيه أعلى. التقسيط يعني كذلك يتفاوت. فلذلك مصالح الناس متعددة متفاوتة، لا يمكن أن يعالجها عقد واحد، ولهذا نشأت العقود. صحيح صحيح. دكتور منصور، أريد أن أستعرض معك بعض الإشكاليات التي ظهرت على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لكن قبل ذلك نستأذنك في أخذ اتصال الأخ أبو عمر من السعودية. الأخ أبو عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعطيكم العافية وحيا دكتور منصور. الله يعافيك. استفسار بسيط عن عقد إيجارة توجهت لإحدى الشركات أو المصارف، أو المصارف اللي بطلب تأجير سيارة. جميل. فوجهني إلى معرض أنه ما يملك السيارة نفسه، المصرف أو البنك أو الشركة، وجهني المعارض السيارات. أول معرض ما اتفق هو والمصرف أو البنك على السعر. جميل. تحولت على معرض ثاني اتفقوا هم على السعر، بعدين أجروا للسيارة وكتبوا معي العقد. جميل. بعد ما تم الاتفاق بينهم وبين تم توقيع العقد. جميل جميل. ما أنا عارف يعني هل صيغة العقد هذه جائزة أو غير جائزة. واضح 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 أبو عمر، واضح شيخ عمر، حياك الله حبيبي. أبو عمر يسأل، يبدو أنه عنده إشكال، هل البنك يملك هذه السيارة أو لا؟ وإذا كان لا يملكها هل هناك إشكال على هذه الصورة أو لا؟ الأصل أن البنوك ليس عندها معارض سيارات خاصة بها، لأنها لا تتاجر أصلا في السيارات. يعني البنوك وشركات التمويل، أو عذرا، البنوك في الأصل ليست يعني شركات مخصصة للسيارات، وهذا بخلاف شركات التمويل التي تعد أذرعة تمويلية لوكالات سيارات. الغالب أن وكالات السيارات في أي بلد من بلدان العالم أنها تملك ذراع تمويلي، سواء كان في أمريكا، في أوروبا، في السعودية، في غيرها من بلدان العالم، أنه وكالات السيارات، أي وكالة سيارات معروفة، يكون عندها ذراع تمويلي لتمويل الأشخاص الذين يرغبون في تملك هذه السيارة أو هذه المعدة أو هذه الآلة بالتقسيط أو من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك. طبعا الإشكال ذكره أخونا أبو عمر من ناحية الأذرعة التمويلية الملحقة بوكالات السيارات، الإشكال هذا غير موجود، لأنه غالبا صحيح. وكالات السيارات تعتبر مالكة يعني لها. أيوة، مالكة لسياراتها، وصنعتها الأساسية هي تجارة السيارات أصلا، وهذا الذراع التمويلي أصلا جاء لغرض تمويل زبائن وعملاء هذه الوكالة. يعني أحيانا تكون هذه الذراع التمويلية تكون منفصلة في كيان مستقل، أحيانا تكون تابعة لنفس، أحيانا تكون مملوكة 100% ومملوكة جزئيا، يعني لها تفاصيل. بخلاف البنوك، البنوك ليست تاجرة سيارات، وبالتالي ما الذي تقوم به في الإيجار التمويلي؟ تقوم بتملك السيارة ليتحقق لها الإيجار. وهنا مسألة، وهي مسألة الآمر بالشراء. الآمر بالشراء هذه موجودة في مسألة المرابحة في البيع، بيع المرابحة للآمر بالشراء. نعم. هنا يمكن أن نقول، يعني لو أردنا أن نعيد صياغتها لقلنا أنه هذا إيجار منتهي بالتمليك للآمر بالاستئجار أو للآمر بالتملك، يعني كأنه هو يرغب الاستئجار المنتهي بالتمليك، فيأمر البنك يقول تملكوا هذه السيارة. من هو الآمر؟ هو طالب، هو طالب التمويل. نعم، هو جميل. طالب التمويل يأمر البنك يقول اشتروا لي السيارة هذه المحددة تملكوها، ثم اشتروا لأنفسكم هذه السيارة المحددة تملكوها، ثم أجروها علي إيجارة منتهية بالتمليك. كأنه يعني يمكن أن نقول آمر بالشراء باعتبار أنه آمر للبنك بالشراء. جميل. ممكن نقول أنه آمر أو طالب للاستئجار باعتبار أنه طالب استئجار منتهي بالتمليك. هذا الأصل.
أنه البنك مطالب بتملك هذا السيارة أو مطالب بتملك المنزل قبل أن يعقد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. جميل، إذن حكم هذه الصورة؟ إذا كان البنك يتملك هذه العين بناء على طلب العميل فلا بأس إن شاء الله تعالى بهذا. وهذا الوعد يعني صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بصحة هذا الوعد، إذا صدر وعدا ملزما من طرف واحد فإن الصحيح إن شاء الله تعالى جواز هذه الصورة. لأنه كذلك هذا السؤال، كذلك الأخت خولة مشاركتنا في الفيسبوك طرحت مثل هذا السؤال، عندهم في تونس يبدو أنه عندهم عقد الإيجار منتهي بالتمليك أو ما يسمى بالليزنج، مثل هذه الصورة، هي تذهب المصرف والمصرف يحيلها إلى معارض السيارات، ثم بعد ما يتم الاتفاق ما بين المعرض والمصرف يتملكه السيارة. نعم، عقود التمويل التي تقوم بها المصارف كما ذكرنا، المصارف ليست تاجرة سيارات بخلاف الأذرع التمويلية الملحقة بوكالات السيارات. جميل. طيب المصرف الآن ما الذي يقوم به؟ دائما يقول للعميل اختر السيارة، المصرف الإسلامي يقول للعميل اختر السيارة التي ترغب أن يمولك إياها، أو اختر المنزل الذي ترغب أن أمولك إياه. فإذا اختار العميل هذه السيارة وهذا أو هذا المنزل فإن المصرف الإسلامي يقوم بتملكه ثم تأجيره للعميل إجارة منتهية بالتمليك. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن يعني طرق المصارف في التملك أو طرق البنوك في التملك، حقيقة طرق متفاوتة. أحيانا يقول العميل اختر مثلا، أحيانا يفوضوه بوكالة أنه يعني اختر واشتر نيابة عنا، أحيانا يعطوه الشيك ويعني يعطوه إياه ويقولوا سددوا لي، يعني هناك طرق كثيرة. لكن أيا كانت هذه الطرق ما هي مؤثرة، المؤثر هو تملك البنك القبلي السابق لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في المنزل مثلا. جميل، نستأذنك سعد الدكتور، معنا الأخت حياة من الجزائر. الأخت حياة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ. عندي سؤال، أنا أمي يعني قامت بقرض ربوي منذ 12 سنة بقرض ربوي، ثم يعني بنت بيت به، والآن هي تسدد هذا القرض يعني كل شهر بالتقسيط كل شهر لهذا البنك. جميل. يعني والله نحن نعلم أن الربا حرام في ذلك الوقت، لكن كنا بدون سكن، فهي يعني تجرأت وقامت بهذا القرض، ثم بنينا هذا السكن، والآن السكن مرهون عند البنك، لكن هو باسم أمي يعني، فما هو الحكم الشرعي لهذا السكن؟ واضح واضح يا أخت. جزاكم الله خير. جزاك. طيب هذا هنا الأخت حياة، نعم، تسأل عن الحكم القرض الربوي بعد ما استقرضته والدتها. نعم. عقود القروض الربوية لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الربا ونهى عنه في كتابه، في عدد من مواطن كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. قال الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الواجب على المسلم أن يمتنع عن أخذ القروض الربوية، وأن يمتنع عن إعطاء القروض الربوية، وأن يلتزم بما أباحه الله سبحانه وتعالى من البيع والشراء والإيجار. بالنسبة لأختنا الكريمة ما سألته عن والدتها، نقول أول ما يجب عليها هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل المحرم الذي ارتكبته وقامت به. الأمر الثاني الذي يجب عليها هو المعاجلة بسداد هذا القرض، وإن كان المسلم سيسدد فوائد مدين بها، نعم، نقول إنه يسددها اضطرارا للتخلص من هذا العقد. فلذلك نقول الواجب عليها أن تعجل ما استطاعت بالخروج من هذا القرض الربوي. الأمر الثالث، هل هذا يؤثر على تملك المنزل أو تملك هذا المسكن؟ الظاهر والله تعالى أن هذا لا يؤثر على تملك المنزل أو تملك هذا المسكن، وإذا تاب المسلم الله سبحانه وتعالى
فإن تملكه هذا المنزل أو هذا المسكن إن شاء الله تملك صحيح شرعا ينتقل إلى ورثته انتقالا صحيحا شرعا وليس عليه إشكال إن شاء الله تعالى فيه بإذن الله تعالى. دكتور منصور، نريد أن نعاود الحديث حول عدد من الاستشكالات التي أثيرت حول عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. كثيرا ما نقرأ ونسمع أن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك تتداخل فيها قضية النهي عن بيعتين في بيعة، وحديث النهي كذلك عن عقدان في عقد. نعم. مثل هذه المناهي هل هي واقعة فعلا على صورة الإيجار المنتهي بالتمليك أم لا؟ ما تفضلت به من ذكر حديث النهي عن بيعتين في بيعة أو عقدين في عقد، المراد به والله تعالى أعلم في تفسير هذا الحديث هو العقدان في عقد اللذان يؤولان إلى الربا أو تكون نتيجتهما وأثرهما هو إما قرض ربوي وإما زيادة الدين على المدين ربا الجاهلية. كيف صورة العقدين في عقد؟ العقدين في عقد كأن يقول الشخص مثلا يطلب شخص دينا عليه، فيقول الدائن المدين سددني مثلا عليك $100 سددني هذه $100، فيقول المدين مثلا ليس عندي وفاء، فيقول الدائن الذي يطلب $100 يقول له حينئذ إذن سوف نجري معاملتين للبيع، أبيعك مثلا سلعة ب110 أو 120 أو أيا كان وتبيعها لي $100 ترجع إلي السلعة وتبيع $100 وبالتالي يتحقق لك $100 من هذه المعاملة، وهذا بيع العين المحرم شرعا، فإذا تحقق لك $100 تسدد بها المئة التي عليك. يعني كأن البيعتين في بيعة هما بيعتان الهدف منها هو قرض ربوي أو الهدف منهما زيادة الدين على المدين من خلال عملية عقدين بيع بشكل أصولي، هذا البيعتين في بيعة. نعم. المنهي عنه. وأما إذا صار الإنسان باع بيعتين في بيعة وليست داخلة في حد القرض الربوي أو داخلة في حد مضاعفة الدين على المدين، فالظاهر الله تعالى من هذه البيعتين في بيعة ليست داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن تتمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة، حديث أبي هريرة وغيره، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. كذلك ما فسر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن طائفة منهم حديث البيعتين في بيعة أنهم قالوا هو أن يقول هذه السلعة لك إلى مثلا سنة ب10 وإلى سنتين ب20 ويتفرق دون أن يتفق على ثمن، فكأنه يقول أن الثمن مثلا إلى سنة ب10 فكل ما تتأخر يزيد عليك إلى 20، فإذا تأخرت إلى 3 سنين يزيد عليك ب30 وهكذا دون أن يتفق على شيء في العقد يحدد الأجل، فبالتالي يبقى الدين متزايدا في ذمة المدين كلما تأخر. وهذه هي حقيقة ربا الجاهلية الذي جاء النهي عنه في القرآن الكريم، أتقضي أم تربي. أما البيعتين في بيعة بشكل لا يؤدي إلى الربا، كان أقول بعتك هذا الكوب وهذا المنديل. نعم. ب10 ريالات أو ب20 ريالات فبعتك شيئين فلا بأس به، أو أن يتم التفاوض على الثمن ثم يتم التعاقد على أحد الأثمان التي تفاوضوا عليها، فهذا كذلك لا بأس به. جميل. إذا تم التعاقد على أحد الأثمان التي تم التفاوض عليه، كان يقول نريد أن نتفاوض الآن هل ننفذ العقد على 10 أو 20 أو 30، فإذا تفاوضوا في الثمن ثم بعد ذلك يصلون إلى وقت محدد وأجل محدد وثمن محدد، هذا كذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. إذن النهي عن البيعتين في بيعة هو ليس على عمومه، وإنما هو مخصص في ما يدخل في صور الربا. صحيح، ليس على عمومه. وصور البيعتين في بيعة التي لا تؤدي إلى الربا كثيرة جدا يتعامل بها الناس ولا إشكال إن شاء الله تعالى فيها. صور البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الربا هذه محرمة ومنهي عنها. أنا أضرب مثال آخر يقرب صورة البيعتين في بيعة أو العقدين في عقد. فرضا أنه زيد من الناس يريد أن يقرض 100 يورو إلى مثلا نفترض أنه زيد سيقرض عمرو،
زيد سيقرض عمرا 100 يورو إلى سنة، فيقول له هذا القرض بدون فائدة، ولكن يقترن بهذا القرض عقد بيع لمثلا القلم هذا، فرضا أنه القلم هذا يساوي يورو واحد، القلم يساوي يورو واحد، فقال نعم. أبيعك هذا القلم بعشرة يورو أو خمسة يورو. فالآن اقتران هذا البيع بهذا القرض، بهذا القرض صار كأن هذه الزيادة في عقد البيع صارت كأنها فائدة ربوية، فائدة في عقد القرض، فائدة ربوية في عقد صحيح. القرض مغطاة بعملية بيع، مغطاة بعملية بيع. فلذلك نقول هذه عقدين في عقد أو اقتران سلف وبيع، هذه العقدين في عقد محرمة شرعا. لكن لو جاء إنسان يريد أن يقرض بدون فائدة فلا إشكال، لو جاء إنسان يريد أن يبيع قلمه الذي يساوي يورو يبيعه باثنين يورو وثلاثة يورو لا إشكال، لكن كونه يربط بين هذا البيع وهذا القرض بحيث يكون هذا الارتباط إما عن شرط وإما عن مواطأة بينهما واتفاق ولو لم يكن شرطا، فيقول إذن أقرضك مجانا وأبيعك بزيادة عن سعر السوق، فنقول هذا فيه إشكال. هذا مثال للعقدين في عقد أو البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى قرض الربوي. ولكن إذا قال أبيعك هذا القلم مثلا بثلاثة يورو وأبيعك هذا الكوب بثلاثة يورو فلا بأس، لأنه انتفت شبهة الربا، انتفت شبهة الربا، ولا يوجد أصلا هناك قرض ولا يوجد هناك دين. جميل. ولا إشكال في هذا. طبعا هنا تنبيه، العقدين في الإيجار المنتهية بالتمليك، عقد الإيجارة يرد على المنفعة أثناء المدة، عقد التمليك يرد على العين في آخر المدة، يعني أثر التمليك يكون في آخر المدة بعد انقضاء عقد الإيجارة، ولا يتوارد التمليك والإيجارة على العين في نفس اللحظة. بمعنى إذا ورد عقد التمليك ينتهي عقد الإيجارة، لأنه يعني انتقلت ملكية السلعة، فما الذي يؤجرك الآن؟ لا يوجد. فلذلك عقد التمليك لا يكون في الإيجارة منتهي التمليك إلا في آخر المدة، هنا يكون التمليك. جميل. وهذه نقطة مهمة، وهي أنه من أهم الأجوبة على هذا الإشكال أن نقول البيعتين في بيعة في هذه الصورة حقيقة غير واردة لسببين. السبب الأول أنها غير مؤدية إلى الربا، لأن هنا سلعة ومنافع وليست قرضا نقديا. صحيح. الأمر الثاني أن نقول إن الإيجارة والبيع لا يتواردان على العين في نفس اللحظة، وإنما استهلاك المنافع يرد خلال فترة محددة مثلا خمس سنوات عشر سنوات ثم يعقبه بعد ذلك انتقال العين. أحدهم يسأل دكتور منصور عن بيع المساكن، يبدو أنه في بعض الدول تبيع الدولة على المواطنين المسكن بهذه الصورة، بصورة الإيجار المنتهي بالتمليك، فهي يكتتبون مجموعة من المواطنين ثم تمنح الدولة أي منهم مسكنا ثم تخصم من راتبه بقدر معين بنسبة معينة لأجل معين، ثم بعد ذلك تملكوا هذا البيت. نعم. هل هذه الصورة هي هذه الصورة؟ هي صورة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ أي أحيانا يصير صورة إيجار منتهي، أحيانا تقوم بعض الدول بإيجار منتهي بالتمليك كتمويل لمواطنيها في تملك المنازل. نعم. وهذا لا مانع منه شرعا أن تقوم الدولة بتمويل مواطنيها بالإيجار المنتهي بالتمليك، بعض أو بالقرض بدون فائدة. نعم. بقرض بدون فائدة أو من خلال تمويل ببيع المرابحة، كل هذه صور إن شاء الله تعالى جائزة شرعا. الممنوع شرعا هو أن يتم الإقراض بفائدة، فهذا لا يجوز شرعا. يبقى عندنا قضية وهي مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي أنه إذا استفاد من هذا التمويل من الدولة هل يحق له أن ينقله إلى شخص آخر؟ نفترض أنه شخص أخذ من الدولة مسكن إيجارة منتهية بالتمليك، أو حتى لو لم يكن من الدولة، من أي ممول أو شركة تمويل أو بنك أيا كان، هل يحق له أن ينقل هذا العقد إلى شخص آخر؟ فرضا أنه إنسان استأجر عقار إيجار منتهي بالتمليك، أمضى فيه عشر سنوات ويدفع الأجرة، بدأ له أن يعني لا يريد أن ينهي هذا العقد التمويلي، لا يريد البقاء فيه والاستمرار فيه، أو يريد المرابحة، أو يريد أن يبيع الربح مثلا، أو جاءه نعم. شخص يريد أن يشتري المنزل مثلا، نعم، فقال له ما رأيك أنك يعني تملكني هذا المنزل أو تتنازل عن هذا العقد، هل يصح
للمستأجر أن ينقل العقد، نقول هنا في واقع الأمر عندنا صورتان. الصورة الأولى أن ينقله بموافقة الممول، بمعنى أنه انتقال للذمة بحيث أنه يخرج من الصورة تماما، يخرج من هذه الصورة تماما، فكأنه يتنازل عن هذا العقد لمدين جديد يحل محله، يحل محله في هذا العقد وفقا لما يتفق عليه الطرفان. كانوا يقول إذن أنت تحل محلي في هذا العقد وتدفع الأقساط لهذه الجهة، وبعد دفعك الأقساط أن تحصل على التملك. جميل. ربما يتفقون على مبلغ بينهم، كان يقول أنه مستعد لهذا التنازل مقابل مثلا 1,000، 2,000، 10,000، 20,000، ما يتفقون عليه. فهذه الصورة إن شاء الله تعالى جائزة، ويذهبون إلى الممول وينقلون العقد باسم المتمول الجديد. الصورة الثانية هي ألا يتم هذا بموافقة الممول، بمعنى أنه مثلا نفترض أن الدولة هي التي تمول أو البنك صحيح. هو الذي يمول أيا كان، فنقول هل يجوز لهذا المتمول أن ينقل هذا العقد إلى طرف آخر؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن نقول يجوز بشرطين. نعم. الشرط الأول أنه لا مانع أن تنقل هذا العقد إلى طرف آخر، ولكن أنت الآن تعتبر كفيلا لهذا الطرف الآخر تجاه الدولة، تجاه الدولة أو تجاه المصرف. الممول أو البنك أو المصرف أيا كان. نعم. تعتبر كافلا له. لماذا؟ لأن الدولة أو الممول أو المصرف أو شركة التمويل لا تعرف في واقع الأمر إلا المستأجر الأول أو المتمول الأول. فأنت الآن كونك تنقل العقد إلى طرف آخر أنت تنقله من الباطن، وبالتالي فتبقى الالتزامات ثابتة عليك في ذمتك على جهة الكفالة والضمان. فأنا لو تنازلت عن هذا العقار لطرف آخر ثاني أو ثالث أو رابع، مهما انتقل أنا الذي أبقى مدينا أمام الممول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الانتقال يكون لمن يماثله في المنفعة أو أقل منه، لأنه في الإجارة لا يحق للمستأجر أن ينقل أو يؤجر من الباطن أو ينقل منافع هذا العقد لشخص آخر أكثر منه في الإضرار بهذه العين. جميل. إذن يكون لمن هو مثله في استيفاء المنفع أو أقل منه. إذا تم بهذه الشرطين فالضار والله تعلم جواز مثل هذا، جواز مثل هذه الصورة. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر لك دكتور منصور على إثرائك الجميل حول أحكام عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، ونشكر لك وجودك معنا، كما نشكركم أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم على متابعتكم لنا في هذا البرنامج، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.